الفضائية والإخبارية السورية من دمشق تحييكم وتقدم لكم هذا الخبر الهام، أهلا بكم. حسب المصدر الرسمي السوري فإن هناك جهات خارجية للتحريض ولترويع الأهالي، وما زالت محطات فضائية تذيع وتكرر أن الأمن هو من يقتل المتظاهرين في محاولة تراها المصادر الرسمية تهدف إلى تبرئة المجموعة المسلحة أو التغطية عليها. إذن كان هذا خبرنا الهام، إلى اللقاء.